بونجور أتوس وتحية عالية للجميع، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار تعلم لانفورماتيك المعلوميات وبالضبط البيروتيك المكتبيات، لانفورماتيك هي واحد الأداة مهمة خاص أي واحد يعرفها، سواء كنت كتقرأ سواء كنت طالب جامعي أو خدام، على الأقل خاص يكون عندك دي كونيسانس انفورماتيك، خاص كتعرف لي لوجيسيال بيروتيك على الأقل وورد والإكسل وبيربوانت. من بعد جي حوايج آخرين، اللوجيسيال اللي امامنا اليوم كما كتشوفوا مايكروسوفت اوفيس وورد، اللي هو لوجيسيال دو تريتمون دو تيكست. اوكي، يمكن نكتبوا به تيكست وكنعملوا به لا ميز اون فورم شكل ديال لو تيكست. مي حنا غنشوفوا في هاد مايكروسوفت اوفيس وورد اختصارات زوينه، يعني كنتي جالس قدام شي واحد تبان انك كتفهم في لافورماتيك وانك واعر في لافورماتيك. شنو كيتسماو؟ كيتسماو اختصارات ديال كلافيي اللي كيتسماو دي راكورسي كلافيي. اوكي، كيتسماو دي راكورسي كلافيي. عطيكم شنو هو راكورسي؟ راكورسي هو لو شومان لو بلو كور، يعني الطريق القصير. اوكي، يعني باش كنوصل دغيا، وباش كنوصل دغيا اوكي ممكن نكون خدامه في لورديناتور، ممكن نخدم دي توش كلافيي اللي كيسموا دي راكورسي كلافيي. عوض مثلا ما نخدم بزاف ديال المراحل، مثلا غير بغيت نعمل كوبي بوتون دووا كوبي من بعد كولي اكسيتيرا، ممكن هادشي كامل نختصرو بدي توش كلافيي. كنتش كنسميهم الاسم ديالهم كيتسموا دي راكورسي كلافيي. غنشوفو اختصارات زوينه في الوورد اللي غتفيدكم وغتبينكم انكم كتفهموا في لافورماتيك وانكم واعرين في لافورماتيك. نبداو بالاختصار الاول. بالنسبه كما كتشوفوا اش عندنا هنايا، عندنا واحد الطابلو. الطابلو اشنو فيه؟ الطابلو فيه معلومات. اوكي، معلومات، كل سطر فيه معلومه. مثلا انا عندي واحد المعلومه هاد السطر قبل الاخر، مثلا انا بغيت نطلعها السطر الاول، ومثلا المعلومه اللي في السطر الاول بغيت نهبطها للسطر الثاني. اوكي، بغيت نخدم بالطريقه العاديه، اشنو خصني نعمل؟ خاصني نهز هاد لا لين كامله اوكي، ونعمل ليها كوبي ونعمل ليها كولي في هاد لا لين، وناخذ رجع نعاود ثاني رجع لهاد لا لين اوكي، ونعمل لها ثاني كوبي ونطلعها فيما بغيت ونعمل ليها كولي. مي حنا هادشي كامل غنختصرو، لان كيما قلت لكم الراكورسي كلافي كيسهل عليا، يعني كيختص لي الوقت والجهد. اذا اول حاجه شنو خصني نعمل؟ غنختار اوكي هاد لا لين، وغنخدم راكورسي كلافي التالية، غنخدم Alt Shift والأسهم. دابا خصني نطلع الفوق، إذا غنخدم السهم الفوق أوكي، لا فلاش أو السهم الفوق، ومدا طالعة أوكي. إذا عندها طالعة أوكي، أنا طلعتو فيما بغيت الفوق. مثلا أنا غنجي هاد مثلا هاد لالين التاني بغيت نهبطو لتحت، نفس الحاجة غنختار هاد لالين بنفس الراكورسي، غناخد Alt Shift، ودابا باش غنخدم لا فلاش لتحت اوكي، ونبدا نهبط وننزلو فيما بغيت. اوكي، هذا اختصار زوين اللي غينفعكم بزاف. تري بيان، اذا شفنا اختصار الاول، غنشوف الاختصار الثاني. الاختصار الثاني اذا غنشوفو مثلا اوكي، مثلا كتبنا واحد، كتبنا انفورماسيون اوكي، يعني خدمنا عملنا ليها اوكي، عملنا ليها لا طاي 22، عملنا ليها بوليس كاليبري، عملنا ليها غرا لو ستيل غرا لو ستيل ايطاليك، وعملنا ليها لا كولور روج يعني اللون الاحمر. اوكي، باش نخدم نفس لو ستيل بالنسبه للثانيه والثالثه والرابعه، خاصني كل مره نقلب الدلاطه. حنا نشوف واحد الطريقه يعني سهله، يعني غير بغاكورسي كلافي ممكن تختصر لي هادشي كامل. اذا شنو غنعمل؟ اذا غنختار اول حاجه داكشي اللي بدلت انفورماسيون، وعلاش غنكليكي؟ غنكليكي على ماذا؟ غنكليكي على كونترول. اذا غنكليكي على كونترول شيفت سي، اذا غنكليكي على كونترول شيفت سي، وعيد غنختار هادشي اللي بغيت نبدل اوكي، غنختار هادشي اللي غنبدل وغنكليكي على كونترول شيفت سي. دابا انا كوبيت لا ميزون فورم اللي بغيت، يعني كوبيت كشي كامل اللي بغيت، يعني هنا ممكن نعمل هاد اوكي هاد كونترول شيفت سي، زعما دير كوبيت لا ميزون فورم شكل كامل بلا تايب بلا بوليس كلشي. عنجي دابا غنطبق هادشي، غنختار هادشي كامل اوكي، ودابا غنابليكي، غنابليكي يعني غنطبق. اشنو غنعمل دابا؟ في الاول من بغينا نختارو هاديك لا ميزون فورم اشنو عملنا؟ عملنا كونترول شيفت سي. دابا باش نطبق هذاك الشي غنعمل كونترول شيفت في اوكي، كيما شفتو يعني تبدل لي هذاك الشيء اوتوماتيكمون بالارقام بكل شيء، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة، وبنفس الشيء اللي بغيت يعني لا تاي لا بوليس وكل شيء. تري بيان، هذا الاختصار الثاني.
نمشيو دابا الاختصار الثالث. الاختصار الثالث اشنو عندنا؟ مثلا انا مثلا واحد الحاجه بغيت نرجعها ماجيسكول، اوكي كيفاش ممكن نرجعها ماجيسكول؟ يعني كنعمل هنا لا كونفيرسيون، كونفيرتير، نحول مثلا بغيت نحول من مينوسكول ماجيسكول، حرف صغير لحرف كبير. مثلا هاد سيونس فيزيك ممكن نختار هادشي كامل ونحوله ماجيسكول، ممكن نختار غير كتابه. اذا مثلا انا بغيت سيونس فيزيك، اوكي نحولها ماجي، باش نحول ماجيسكول مثلا نطبقوها في سيونس فيزيك شنو غنعمل؟ كنبقى مكليكيا على شيفت، وشنو كنكليكي على اف 3 مره واحده، كليكي المره الاولى. اذا شنو عملت؟ شيفت اوكي اف 3، كليكيت المره الاولى شنو كيوقع؟ تبدل لي غير الحرف الاول ديال الكلمه ماجيسكول. بغيت انا الكلمه كامله تبدل ماجيسكول، كنكليكي المره الثانيه، دائما كنبقى متكية على شيفت ونكليك المرة الثانية اف 3، كلشي تحول لي ماجيسكول. دابا بغيت نرجع داكشي كامل مينيسكيل، غنبقى دائما كليكي على شيفت ونكليك المرة الثالثة على اف 3 ويرجع لي داكشي كامل مينيسكيل. هذا اختصار كذلك زوين يقدر ينفعكم، يعني خدمناه بدي غاكورسي كلافي. غنشوف واحد غاكورسي كذلك، واحد اختصار اللي هو زوين، اذا نعقلوا على الكلمة كيتسمى غاكورسي كلافي، اللي هو بالعربية اختصار ديال كلافي، يعني كيسهل عليا، يعني عوض ما نخدم بزاف المراحل بلاسوبي كنخدمهم بدقة واحدة بالكلافي. اذا نشوفو كذلك مثلا بغيت نزيد التاريخ، اشنو خصني نعمل باش نزيد التاريخ بالطريقة العادية؟ كنمشي نعمل انسيرسيون اوكي، وكنمشي نعمل دات باش كنزيد التاريخ. اذا هذه بالطريقة كما قلت لكم بالطريقة العادية، كنمشي للانسيرسيون وكنعمل دات ايغ وكنزيد التاريخ كما بغيت الشكل ديالو. مي حنا غنشوفو كيفاش نزيد التاريخ بطريقه سهله بغاكورسي كلافي. يكفي انني كليكي على ماذا؟ غنكليكي على الت، اذا تبعوا معايا، غنكليكي على الت شيفت ماذا؟ شيفت دي. اذا غنكليكي على الت تبعوا معايا شيفت دي، وكيتزاد التاريخ اوتوماتيك. ودائما كنقول لكم التاريخ اللي كيتزاد هو التاريخ اللي كاين اصلا في لورديناتور، يعني ديال لو سيستيم. اذا هذا بالنسبه للتاريخ. ممكن نزيد الساعه لوغ، شنو هو الاختصار بالكلافيي؟ يعني راكورسي كلافيي، كنكليكي على الت شيفت ماذا اش، وكيزاد لي التاريخ اللي كاين اصلا، اللي كاين في لو سيستيم، يعني اللي كاين في لوردي لورديناتور. تري بيان، شفنا اختصارات زوينه، يعني حيت خدمتي بدي راكورسي كلافيي وكنتي كتزرب الخدمه وعوض ما كتبان ثقيل بلا سوري وكتخدم ديك راكورسي كلافيي، اخو اللي غيكون قدامك غيقول هذا كيفهم واعر في الانفورماتيك. نتمنى نكون فتكم، شكرا والى اللقاء.